السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، ومرحبا بكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاجل: الولايات المتحدة الأمريكية تفجر مفاجأة وتعترف رسميا الحوثيون نجحوا في السيطرة على البحر الأحمر. وإلى التفاصيل. كشفت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الثلاثاء خسارتها لمعركة البحر الأحمر. يأتي ذلك في أعقاب سحبها لحاملة الطائرات آيزنهاور عقب هجمات يمنية. ونقلت شبكة أخبار سي بي إس الأمريكية عن قائد القيادة المركزية للقوات الأمريكية السابق الجنرال كينث مايكينزي أنما وصفهم بالحوثيين نجحوا بالسيطرة على البحر الأحمر والحركة البحرية العالمية. وأكد ماكنزي إغلاق اليمن للبحر بشكل فعال، وكان الجنرال الأمريكي يعلق على التطورات الأخيرة في البحر الأحمر. وسحبت القوات الأمريكية أبرز أصاديلها المتمركزة في البحر الأحمر بعيدا عن المناطق القريبة من اليمن. ووصلت حاملة الطائرات آيزنهاور إلى سواحل المدينة المنورة بعد أيام على سحبها من باب المندب على واقع استهدافها من قبل القوات اليمنية، وفق ما أكدته على لسان متحدثها العميد يحيى سريع. ويعد هذا الاعتراف هو الأول منذ بدء الولايات المتحدة عدوانا على اليمن في يناير الماضي في محاولة لوقف العمليات اليمنية ضد الاحتلال الإسرائيلي. وتوقيت حديث ماكنزي عد وفق خبراء بمثابة اعتراف بالهزيمة. يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد. أشكركم على حسن متابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.